السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف خوخة. اليوم جبت لكم وصفة البسبوسة بالشوكولا وتحت طلب مشتركة عندي في القناة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وانتم بخير. هذه الوصفة مليحة بزاف مع القهوة تاع العشية مورا الدعزة تاع اللحم. يلا ما تروحوش البيت، بقوا معنا شوفوا طريقة تحضير هذه الوصفة السهلة والسعر سريعة والبسيطة. ما تنسونيش بالجام والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، وكذلك بارتاجي الفيديو. يلا بسم الله. وبالنسبة لمقادير الوصفة نحتاج إلى 3 حبات بيض، 1/2 كأس سكر يعني السكر عادي. نحتاج كذلك إلى 1/2 كأس زيت نباتي، وإلى ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونضيف كذلك 1/2 كأس من الحليب، حليب عادي. نضيف كذلك قرصة تاع الملح ونحرك جيدا بالفوي بهذا الشكل، ثم نضيف علبتين من دانيت بذوق الشوكولا، يعني هذا ياغورت دانيت أو زبادي بذوق الشوكولا. نضيف علبتين ثم نحرك جيدا، وهنا سأضيف 1/2 كأس من جوز الهند يعني نوات كوكو، وكذلك إلى كأس سميد رقيق، ثم نضيف 1/2 كأس ثاني. أوكي، ثم نضيف 3 ملاعق كبار من الكاكاو البني. ثم نحرك جيدا المكونات فيما بعضهم البعض حتى يصبح عندنا خليط متجانس، وبعدها نضيف كيسين من الخميرة الكيميائية تاع الحلويات، يعني الكيس الواحد بوزن 10 غرام. وهنا أختي، إذا كان عندك المول اللي باغي تدخليه للفرن طيبي فيه هذا البسبوسة صغير، ننصحك تديري كيس واحد فقط. وإذا كنتي تحبي الحجم تاعها يكون غليظ يعني مرتفع، ضيفي كيسين. أوكي، فهنا لك الحرية في الحجم اللي راكي باغيته، إذا كان متوسط أو طالع. فهنا وضعته في هذا المول الزجاجي، ماشي شرط يكون هذا المول، ودرتها في الفرن درجة حرارة عالية، ونقصت لها من بعد وشعلت عليها من تحت حتى طابت، شعلت من فوق. وهنا يا رحت ندير في الشربات. الشربات هنا درت كأس ونصف من الماء مع كأس سكر ونسكافي، ولكن إذا أردتي البسبوسة تاعك تخرج مشمخة مليح ضيفي كأسين من الماء وكأس سكر. هذه هي، واللي ما يحبش البسبوسه تاعها تكون مشمخه بزاف يعني شاربه الشربات بزاف يدير كاس ونص. هذه هي، انت حره في الذوق تاعك. هنا بعد ما طابت البسبوسه ودخلت الكيودون وخرج لقيتها يعني ناشف، واقوم بوضع ثقوب بهذا الشكل على البسبوسه لكي يسهل امتصاصها بسرعه عندما اضع الشربات او القطر، او مثل ما بيقولوا الدول العربيه الاخرى القطر ماما مياك، مانيش غلطه. المهم هذه هي، راني كبيت كاع الشربات في المول تاعي تاع البسبوسه، وخليها تشرب، خليها على جهه بهذا الشكل. وكما قلت لك اختي، الا كان حسيتيها خاصها الشربات زيديها شربات، زيدي يعني كأسين من الماء في كأس سكر. أوكي،
روحوا ننتقلوا الى الكلاصاج تاع الشوكولا، نديروه من الفوق. نحتاج الى كاس ونصف من الحليب، وملعقه كبيره من النشا اي المايزينا، وملعقه كذلك كبيره من الكاكاو المر البني. ونحرك جيدا المكونات ونضعه على النار. بعد ما يتقال معنا الخليط، نضيف له 100 غرام من الشوكولا، اي شوكولا متوفره عندك في البيت. نحرك جيدا حتى تذوب الشوكولا. ومن ثم نضعها على البسبوسة من فوق. يا سلام، بنتها روعة، يعني ما تحسبيهاش بسبوسة، تحسبيها كيكة. وكامل اللي ذاقوها عجبتهم. كانت عندي واحدة مشتركة مهبلتني على هذه الوصفة، وكل مرة تقول لي خوخة من فضلك ديري لي بسبوسة تاع الشوكولا، وانا ما جاش الوقت المناسب باش نديرها. حتى اليوم ان شاء الله وراني درتها ليكم. كامل تحية كبيرة للمشتركين الاعزاء، وراكم عائلتي الثانية، وربي شاهد على تشجيعكم ليا، فرحتوني بزاف. وهذا هو اللي راه يساعدني وراه يقويني باش نزيد نستمر في العمل هذا، العمل الشاق. يعني كان بعض الناس ربي سامحهم يحسبوا انه رانا نصور وصفات ونبعثهم وخلاص، ولكن ما على بالهمش ما هي شروط اللي رانا يعني رانا فيها، والتعب اللي رانا فيه، والتصوير والمونتاج وزيد وزيد. المهم ربي ينجحنا ان شاء الله، ويخلينا المشاركين الاعزاء اللي راهم دائما يشجعونا، وربي يحفظهم. تحيه كبيره لهم سواء كانوا داخل البلاد او خارج البلاد. يعني شباب نقولكم هذا فخر لي ان يكون بنات بلادي وما بالدول العربيه الاخرى. تحيه كبيره لهم انهم مشجعيني ويدخلوا عندي وتعجبهم وصفاتي. وبعد ما بردت معايا البسبوسه قسمتها الى قطع بهذا الشكل، وغادي نزينها بشويه تاع نوت كوكو اي جوز الهند، وتقدميها للعائله تاعك وبصحتكم وبصحه عيدكم. وما تنساش شعارنا دائما، ابقى في دارك تحمي نفسك وتحمي عائلتك. صبروا وربي يفرجها علينا ان شاء الله ويرفع عنا هذا البلاء. وما تنساوش الكمامات ما تخرجوا، وغسلوا يديكم عند كي تدخلوا للدار. هذا كامل لصالحكم وصالح عائلتكم. تهلاو في روحكم، وربي يشافي كل مريض ويرحم كل من مات. اللهم امين.